اولا نتمنوا هذا التعديل يخرج للوجود في اقرب وقت، هذه وحده. ثانيا هذا التعديل نتمنوا تكون ما يكونش فيه خصوصيات او فيه هادو الناس من العائله، او نتمنوا تبان فيهم الشروط اللازمه، اطور في مستويات عليا واللي عندهم الاراده القويه والفعاليه باش يخدموا هذه البلاد وباش يعملوا كل ما في جهدهم باش يخرجوا هذه البلاد لذاك الشيء اللي كيبغيو المغاربه. نقول لك اخويا اول قطاع اللي مهم هو قطاع التعليم، هو الاساس. انت توجد الاجيال اللي طالعه كل شيء، قطاع الصحه عندنا بزاف ديال القطاعات خاصهم يتبدلوا صراحه. قطاع التعليم، الصحه، كل شيء، راه بزاف ديال القطاع. قطاع ديال نهر النقل مثلا، كاين مشكل في النقل. انا مثلا من المده دوزتها في كازا، راه مشكله في النقل تما، الطوبيسات راه مضاربه يوميا. اخويا اش نقول لك، كاين بزاف ما يتبدل. فيما يخص الوزارات المهمه اللي خصها تخرج، انا كنظن في اولا وقبل كل شيء واللي هي المعضله الكبيره ديال المغرب، وهي التعليم. التعليم لحد الان تراكمت على هذه الوزاره واحد العدد ديال الشخصيات، واحد العدد ديال الوزراء، لكن للاسف لحد الان مازال ما شفناش شي نتيجه اللي كتلبي الطموح والرغبات ديال المغاربه. اما فيما يخص الصحه، هذا عالم اخر، هذه الحبوبه ديال وجه المغاربه. فهاد الايامات الاخيره كنسمعوا واحد العدد ديال خصوص ديال النساء الحوامل كيموتوا في السبيطارات، هذه حشومه. قصه ديال العرايش، القصه ديال فاس، القصه ديال واحد العدد ديال المدن، هذا راه معضله كبيره. هاد المشكل ديال الصحه راه ولات عندنا هي الحبوبه ديال الوجه في المغرب. الانسان لا مرض كيبدا يطلب الله سبحانه وتعالى اللي يشافيه وصافي. فين هما هاد الناس اللي غادي ياخذوا؟ تمشيتي كتجبر الصف ديال الناس، والناس كتجبرهم يومين وثلاث ايام جالسين قارطين النوبه باش يتعالجوا، ولا يدخلوا يشوف الطبيب، ولا يشوف كذا كذا. هذا فيما يخص العمومي. اما هذاك المصحات وداك الشيء، هذاك عالم اخر، هذاك كيقدوا عليه غير الناس مالي اللي عندهم الشكاير واللي عندهم كذا. وبالنسبه للتعديل الحكومي، يقدر غادي نشوف انا نقول لك فهاد الجيل الجديد، فهمت، يقدر يكونوا نطلعوا شباب جداد، ما يكونوا سياسيين ولا وزراء قدام ولا شباب في الوزراء، باش حيت هما اللي غيحسوا بالشباب اللي كاين، فهمتي. قال لك هما اللي غيحسوا بالشباب اللي بحالهم، ماشي هذوك اصلا شبعانين، هما شبعانين مناصب، ما يمكنش غي مناصب عندهم كثيره، كاين مناصب قدر واخدينها في جميع القطاعات، ابار الحكومه واخدين مناصب في جميع القطاعات، ناهيك عن الصناديق السوداء والتهريبات وداك الشيء، ابار ما ندويوش على داك الشيء، غندويو على هذاك الشيء اللي كيضرنا حنايا كشباب. خي كيبان لي الصيد البحري اولهم، وياليهم الفلاحه والسياحه، ومجمل القطاعات في المغرب كاع، اي قطاع في المغرب عند ولو فيه مداخل، ما كاينش شي قطاع ما فيهش المداخل اللي كتب عليك الكذاب. وكنفضل انايا صاحب الجلاله هو اللي يتدخل، هذا هو اللي يوضع، هو اللي يوضع هاد الرهانات، حيت كاين رهانات وكاين عوائق وكاين رهانات، وكاين هو اللي عنده المفتاح ديال هادشي. وكنظن ان جميع القطاعات خاصها يكون فيها تعديل، وفحال اهم القطاعات هي التعليم، الصحه، السكن. كيف ما كتشوف راه المغرب راه في حاله ماشي هذيك، وخاص شحال من حاجه تطور، وخاص راك عارف خاص يتبدلوا شي ناس بما احسن. كيف ما قلت لك، اهم حاجه خاص الداريه الصحه، التعليم، السكن، وراك عارف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.